أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أتيت لصلاة العشاء وكان ذلك في شهر رمضان، قال ثم فاتتني صلاة الجماعة، لكني وجدت الإمام يصلي صلاة القيام وصلى 4 ركعات دون تشهد أوسط فأكملت معه. السؤال: ما حكم الصلاة هنا حيث أنها اختلفت عن صلاة العشاء بالجهر في الركعات 4 ودون تشهد أوسط؟ نعم، هذا الإمام مخطئ أنه يجمع، هذا من أضرار عمله ذا، أنه يجمع صلاة الليل مثنى مثنى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إنسانه يبي الأجر فالأجر باتباع السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. هذا اللي يبي الأجر يتبع السنة. فهذا الإمام أخطأ، وترتب على خطأه هذا الذي حصل، ويترتب على خطأه أيضا نقصان الأجر، إن كونه يصلي من كل ركعتين هذا أكمل أجر من اللي يسرد الصلوات، وترتب على فعله هذا الإثقال على المأمومين، إذا سرد بهم الركعات بعضهم مريض وبعضهم كبير السن وبعضهم لحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. كونه يسلم من كل ركعتين هذا رفق بالناس، من أجل اللي يبي ينصرف ينصرف، ولا يمسكه يصلي 11 ركعة بسلام واحد أو أكثر أو أقل، يمسك الناس ويشق عليهم ولا يحرمهم من الصلاة، يقول ما دام انه بيسوي بنا سلع احنا مصلين معه، لا يحرم الناس من الصلاة. فهذا تصرف سيء من هذا الإمام. أما أنت فالواجب عليك أنك يوم صليت ركعتين جلست تشهد التشهد الأول، تشهد التشهد الأول ثم لحقت بالإمام، ما تخلي التشهد الأول، تجلس وتشهد التشهد الأول ثم تلحق بالإمام على نية إن هاتين الركعتين الأخيرتين لك. نعم. أو أنك تنوي الانفراد، تشهد التشهد الأول ثم تقوم وتأتي بركعتين منفردا عن الإمام، هذا أو هذا. نعم.